أدى العالم الموريتاني فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي زيارة للخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بالعرابي، مرحبا به ومثنيا على منهاج الطريقة في زرع قيم التآخي والتصالح بين الشعوب. دائما تصدرنا إلى العالم كله الخيرات. جاءنا الشيخ سيدي أحمد المغيلي، سيدي أحمد المغيلي من عندكم، جاءنا الشيخ تعالبي من عندكم، ثم بعد ذلك جاء طلاب الشيخ التيجاني من عندكم، ثم بعد ذلك لم يزل تلامذة الشيخ أبو مدين الغوث وعدد من حتى الأخضري، حتى عدد من علماء الجزائر ومشايخ الجزائر، وصل خيرهم ونفعهم إلى هذه البلاد. وأنتم نتيامن كثيرا بوصولكم الآن، لأنه في هذه السنة إن شاء الله يتم الطريق البري المفتوح بين الجزائر وموريتانيا، وتكون إن شاء الله الصلة أقوى وأكثر، والأقربون أولى بالمعروف ونحن منكم وفيكم، فزيارتكم لا تقدر بثمن. يقول عندنا أناس يتعبدون بالطريقة التجانية، فما هي الطريقة، فما حكم هذه الطريقة، هل هي طريقة صحيحة؟ هي ليست صحيحة، وأما تفاصيلها فيمكن الرجوع إلى الذين الكتب التي كتبت عن التجانية، ولا شك أنها هي من الطرق التي يعني خارجة عن الحق والهدى ومنحرفة عن الصواب، لكن تفصيلها وبيان يعني حقيقتها وما فيها يمكن أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في تلك الطريقة أو تبين فساد تلك الطريقة. هذه العقيدة التيجانية من العقائد المبتدعة والطرق المنكرة، وفيها منكرات كثيرة وبدع كثيرة ومحرمات شركية يجب تركها، ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.